بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مجلس الفقه والذي يأتيكم على القناة الفضائية المصرية كل يوم الثلاثاء على مدار الساعة. طبعا يسعدني صحبة الأستاذ الدكتور وأستاذي الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف. طبعا برحب بحضرتك يا فندم، وطبعا احنا بنأكد للسادة المشاهدين هذه الحلقة مسجلة، وحضرتك يعني حبيت انك برضو تقول في البداية كلمة لأهمية التسجيل. هي فرصة طالما مسجلة نكمل فيها تأسيس مبادئ الفقه، علشان لما نبدأ الأحكام الفقهية إن شاء الله تكون تلك الأحكام مرتبة على هذه القواعد دي، لابد أسس لابد من معرفتها. خلاص في البداية احنا بس عايزين نذكر السادة المشاهدين بحلقة يوم الثلاثاء الماضي تحدثنا أو تكلمنا عن علم الفقه تعريف اصطلاحا أو مصطلحا لغة وشرعا، وتحدثنا ما الفرق بين الفقه وعلم العقيدة، وأيضا تحدثنا بعض الشيء عن المذاهب الأربعة والحكمة من الاختلاف، هل هي جاءت بالفعل رحمة للمسلم أم حيرة في بعض الموضوعات. نستكمل هذه الحلقة مع دكتور سعد ونتحدث عن علم الفقه، من أين نبدأ علشان يعني نستمر في هذه السلسلة شيئا فشيئا. هل نتحدث عن بداية عن تعريف المذاهب الأربعة؟ لأن امبارح الحقيقة وكل يوم بعد هذه الحلقة بالتحديد جالي أكثر من سؤال خاص بالمذاهب الأربعة، بمعنى أن كل واحد عايز يعتنق مذهب من هذه المذاهب، وجاء هذا السؤال هل هناك أسس معينة أو محددة لابد أن تراعى أثناء اختيار مثل هذا المذهب أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة السؤال حضرتك مزعج، وهو اعتناق المذاهب. نعم. دي مسألة خطيرة جدا. نعم. المذاهب مدارس فقهية، مدارس تعليمية، وليست ملل دينية حتى تعتنق. نعم. يعني احنا عندنا الأديان، آخر دين هو دين الإسلام، هو ده اللي احنا بنعتنقه. نعم. بنذعن له ونؤمن له، والإيمان بالإسلام أو الإيمان بالدين يعطي الإنسان الحرية ولا يكبل الإنسان عبودية. نعم. بمعنى إن أنا لما آمنت بالله خلاص ما عادش عندي حد هعمل له حساب غير ربنا. نعم. ما عادش عندي حد كبير بخاف منه غير ربنا. إيماني بالله اداني الحرية، فبتعامل مع كل البشر الغني والفقير القوي والضعيف باعتبارهم بشر زيهم حتى العالم، لكن الفرق بيني وبين العالم ان العالم اعلم مني فبيعلمني. نعم. ولما علمني ما استعبدنيش، لما علمني ما صارش ولي عليا ولا واصى عليا، ده هو علمني واداني الحريه في اتخاذ القرار. نعم. لان الدين بتاعي بيقول لي خليك عبد لله ما انتش عبد لاي مخلوق اخر. اذا المذاهب الفقهيه مذاهب تعليميه، مذاهب بيانيه، يعني الفقيه صاحب المذهب بيقول والله انا قرات الايه، قرات الحديث، فعرفت من خلال دراستي في قواعد اللغه وقواعد علم الاصول ان الدلاله تؤدي الى التحريم او تؤدي الى الحل او تؤدي الى الكراهه او الى اخره من الاحكام الفقهيه. اذا المذاهب الاسلاميه او المذاهب الفقهيه مذاهب بيانيه تعليميه تفهيميه، لان الفقه معناه الفهم. يبقى المذاهب الفقهيه مذاهب تفهيميه، بنفهم بس، مجرد فهم. عشان كده جه السؤال لما حضرتك قلت ان انا كنت يعني ماشي او متخذ مذهب الشافعي هو مذهبا لي. صحيح. فالكل بقى يفكر الله طب انا ماليش مذهب ليه وليه ما يكونليش مذهب؟ عشان كده جاء هذا السؤال، هل هناك اسس وقواعد في اختياري؟ هل المستوى التعليمي الخاص بي، هل ثقافتي الدينيه، هل تديني، هل درجه ايماني هي اللي بتحكم اختياري لمذهب معين؟ لا، ما تيسر. بمعنى ايه؟ سيادتك عندما دخلت المدرسه في المرحله الابتدائيه دخلتيها مش اقرب مدرسه الى سكنك؟ نعم. ممكن يجي ولي امر اخر يقول لا انا هدخلك مدرسه تانية مستواها فيها لغه او اكثر من لغه ولو كلفني باص. نعم. ولو كلفني مواصلات. نعم. فاصبح لاختيار المدرسه مبني على قرب السكن. جايز. مبني على ان في ارتياح الى مدرسه معينه فيها جوده في العطاء ولو كلف الانسان مواصلات، ممكن. نفس الامر في المذاهب. اذا المذاهب عباره عن مدارس. نعم. يعني ممكن انا بقى بسمي المذهب جامعه. نعم. جامعه ليه؟ لان الجامعه دي متواصله العطاء الى حتى يومنا هذا،
يعني هل تعلمين بأن في جامعة الأزهر أستاذ فقه حنفي؟ نعم. وأستاذ مساعد فقه حنفي ومدرس فقه حنفي ومدرس مساعد فقه حنفي ومعيد فقه حنفي. شوف التسلسل من معيد إلى أستاذ. لا أنا لا أعلم، وأكيد أكيد كتير من المشاهدين لا يعلموا هذه التخصصات. نفس الأمر في الفقه المالكي، نفس الأمر في الفقه الشافعي، نفس الأمر في الفقه الحنبلي، نفس الأمر في الفقه المقارن. يعني سيادتك لو طلبت بطاقة الشخصية دلوقتي عشان أعرضها على السادة المشاهدين هتلاقي مكتوب فيها أستاذ الفقه المقارن. إذا أنا وظيفتي اللي باكل منها عيش وباخد أجري من الدولة بيها تحت عنوان أستاذ الفقه المقارن. دي وظيفة من الوظائف ولها مقتضيات. نفس الوظيفة ديت ليا زميل أستاذ الفقه الحنفي، ليا زميل آخر أستاذ الفقه المالكي، ليا زميل آخر أستاذ الفقه الشافعي، ليا زميل آخر أستاذ الفقه الحنبلي. إذا جامعة الأزهر حتى الآن بتحتضن تلك المذاهب وتقوم على استمراريتها باعتبار المذاهب أديان؟ لا، باعتبار المذاهب عبارة عن مدارس فكرية فقهية تفهيمية. نعم. نظام للفهم. فإذا المذاهب ديت قائمة على هذا الأساس. ممكن ندي تاريخ لها؟ طيب ده يخليني بس في البداية قبل ما نتحدث عن هذه المدارس، بما أنها مدارس فقهية لابد التعريف بها، ولكن في سؤال آخر يعقب أو يسبق هذا بالتحديد. أنا بختار المذهب ما يناسبني، ليه أنا دايما قدامي أربعة ما يناسب زي ما حضرتك قلت مستوى يعني لا في فرق بين أقرب زي ما احنا مرة تانية حررها أنت بتختار المذهب بالنظام اللي بتختار بيه المدرسة أو الجامعة. انت اخترت كلية الإعلام ليه؟ انت اخترت كلية الأدب ليه؟ اخترت كلية الحقوق ليه؟ نعم. اخترت كلية الطب ليه؟ لأسباب. إذا نعم. نفس الأمر، اخترت مذهب المالكي ليه؟ اخترت المذهب الشافعي ليه؟ لكن بقي في داخل المذهب نظام هنقوله ملوش علاقة بالمدارس دي. طيب. خلينا الأول ناخد فكرة المذاهب ومتى نشأت. فكرة المذاهب بس هي في سؤال بيجي للإنسان العادي بيقول هم أربع مذاهب بس، هو أنا علي أن أختار بين الأربعة ولا في مذاهب أخرى أسمع عنها، ولماذا أتفق على هذه الأربع مذاهب؟ المذاهب متعددة، ولكن اللي بيثبت وجوده في البقاء والديمومة والاستمرارية والجودة في العطاء هو اللي بينشهر. أيوه. أنت عندك في مصر هنا دي لمعلومة المشاهد بس مش كم كم مول تجاري في مصر هنا، كم محل تجاري؟ عشرات أو مئات. البارز منها كام؟ عدد محدود. نفس الأمر، المدارس الفقهية متعددة، المذاهب الفقهية متعددة، والله وفي ذلك فليتنافسوا المتنافسون. اللي يقدر يعمل مدرسة يا رب بندعيله بالبركة والقبول وينشئ مدرسة، بس فين العطاء والجودة والاستمرارية؟ هو ده سؤال دلوقتي لذهن المشاهد. من خلال قراءة الواقع من خلال قراءة الواقع والاستقراء اتضح ان المذاهب المشهورة في اهل السنة خمسة وعند الشيعة ثلاثة. رغم ان عند الشيعة عشرات المذاهب، وايضا في اهل السنة مذاهب اخرى. يعني عندنا الليث بن سعد يستحق ان يكون صاحب مدرسة وهو مصري، وكثير من العلماء الافذاذ يستحقوا ان يكونوا اصحاب مذاهب، لكن محدش من العلماء وقف بجوار هذه المذاهب وجعل لها استمرارية وعطاء وديمومة. اذا زي ما بيقولوا العملة الجيدة بتطرد العملة الفاسدة مع فارق التشبيه. لكن دايما الانسان القوي المستمر، وده اي مؤسسة ناجحة النجاح فيها بداية العطاء، لكن النجاح الحقيقي الاستمرار في النجاح. المذاهب التي استمرت في نجاحها هي المذاهب اللي احنا مشهورة بالاسماء المعروفة. ده يخلينا بقى نقرب اكتر واكتر ونقوم بتعريف كل مدرسة او كل مذهب حتى يعني يتيقن المسلم اين يختار وماذا يختار ومتى يختار. يعني دي مهمة جدا كل هذه الاسئلة حول كل هذا. ده هو الاختيار. في اختيارين. الاختيار الاول في المدرسة اللي هيدخل فيها او المذهب اللي هيدخل فيه يتعلم فيه. الاختيار الثاني في ما ظهر في جامعة الازهر بعد تطوير الجامعة في 61 بقانون تطوير الازهر الاخير وانشاء قسم الفقه المقارن. قسم الفقه المقارن بدأ يدرس المذاهب مقارنة. ده دراسة جديدة حديثة ليست قديمة. هي موجودة في عند القدامى امثال ابن رشد.
طيب. اللي متوفى 595 هجرية. وأمثال أيضا ابن قدامة الذي كان في هذا العصر وبعده بقليل، الحنبلي، ألف كتاب اسمه المغني، ده ابن قدامة كتب فيه الفقه المذاهب الأربعة بطريقته. ابن رشد كتب في المجتهد المقتصد أيضا الفقه المذاهب الأربعة بطريقته. فبنعتبر الكتابين دول كتب فقه مقارن، لكن لم تظهر إلى ساحة التدريس وظهور في قسم خاص إلا بعد تطوير الأزهر في أوائل الستينات. طب هذه دراسة، دراسة المقارنة، هل أفادت هذه المذاهب؟ أفادت من يتعلم، من يتفقه في الدين؟ أفادت وجعلت آفاقا رحبة غير عادية. بعد لما كان الذي دخل مدرسة مذهب من المذاهب كل اللي يعرفه علماء المذهب بس، فبينتقي من بين أقوال أهل المذهب، صار بالفقه المقارن بينتقي من بين أقوال أهل المذاهب. ما شاء الله. يبقى الموضوع اتسع ولا صار ضيق؟ طبعا بقى أفضل. يعني هضرب مثال، لو شفنا القتل العمد، القتل العمد يجب القصاص. لكن كلمة العمد عشان نفهمها أو عشان نحققها عمرنا نوصل لها، لأن العمد أمر قلبي. إزاي أعرف إن القاتل كان عامد؟ ما يمكن كان خاطئ، يعني جت إيده غلط، حتى لو خطأ، لكن أعرف إزاي إنه عامد؟ العمد أمر سري، فكيف للقاضي أو للإنسان الطبيعي أن يعرف ما في قلب هذا المتهم إنه عامد أو غير عامد أو كان خاطئا؟ الأمر لا يستحيل للإنسان أن يعرفه. فكان لابد طالما ان ربنا كلفنا بحكم في امر العمد ولم يبين لنا كيفيه الوصول للعمد، اذا ناخذ اقرب الظاهر له. ما هو اقرب الظاهر له؟ ياتي الامام ابو حنيفه ويقول ان عشان اعرف ان فلان عامد لازم يكون السلاح اللي بيستخدمه او اللي استخدمه في عمليه القتل سلاح قاتل وقاطع قطعا، اللي هو السيف او ما يخز او ما يحرك بالنار. يعني التبين من نفس من السلاح الذي استخدم في القتل سواء عمدا او خطا، بس بشرط ان يكون السلاح ده ايه، قاطع وقاتل كالسيف او ما يخز. لكن افترضي ان تم القاء حجر على المبني عليه، قال لا ليس هذا عمدا، لازم يكون الاله، تكون الاله المستخدمه تقطع وتقطع عضو من الاعضاء وتكون واخزة، اما ان تكون واخزة تدخل الجسد واما ان تكون قاطعة لجسد الانسان. ده مذهب مين؟ قول مين؟ ابو حنيفة. طيب شوفي بقى بقيت اقوال تلامذته في المذهب الواحد. انا بثبت لك في المذهب الواحد اكثر من قول. المذهب الواحد فيه أكثر من قول، لأن المذهب الواحد عبارة عن جامعة، جامعة بحثية يبحثون عن الحقيقة. ولما يبحثون عن الحقيقة مش بينتهوا إلى اجتماع ونعمل تصويت وناخد الرأي اللي فيه الأغلبية، يعني لا ينتهوا لرأي واحد أبدا. ده هذا قتل للفقه. هذا تدمير للفقه. هنقول مش تدمير، دي رحمة يعني، بلاش هي رحمة. اللي هو فعلا التدمير ان احنا لما نختلف نقوم نعمل تصويت وناخد الرأي الاجماع الذي عليه الاكثرية. ده اهدار لمين؟ اهدار للاجتهاد الاخر المخالف. لا، ليس هذا هو الفقه. الفقه بيحترم كل رأي ولو انفرد. يعني هذه القضية اللي بذكرها اخطر القضايا. قضية معرفة القاتل عمدا، ومع انها من اخطر القضايا الفقه الحنفي اختلف فيها على ثلاث اقوال. اختلف فيها على ثلاث اقوال. القول الاول لابي حنيفة قال بان لازم تكون الالة قاطعة او واخزة او تحرق الجسد. اما التغريق في الماء والالقاء بحجر والخنق هذا ليس عمدا، وانما يدخل في شبه العمد. اذا سقط القصاص وانتقلنا الى عقوبه الديه على قول من؟ ابي حنيفه. ابي حنيفه. طيب تعالي شوفي مذهب او قول محمد بن الحسن الشيباني تلميذه وابو يوسف. قال لا، لو كان الشيء الذي يقتل يقتل غالبا ولو لم يكن واخزا ولو لم يكن قاطعا فهذا ايضا من القتل العمد. يعني لو جبنا حجر، الجاني اتى بحجر والقاه على المبني عليه ونقول بان هذا الحجر قاتل او بانه غرقه في الماء او بانه خنقه فاماته، هذا قتل عمد. يبقى اختلف ابو يوسف ومحمد عن الاستاذ وهو ابو حنيفه في تعريف القتل العمد.
مثل هذا الاختلاف. ما هذه الحالات بتخلص الى ايه يا فندم في الاخر؟ بتخلص الى ان المذهب الفقهي الصحيح قائم على استنباط الاحكام المحتمله من النص. نعم. وكل احتمال يمكن ان يكون مسوغا في النص يجوز العمل به في داخل المذهب. نعم. اذا المذهب في داخله بنجد فيها اقوال متعدده واقوال مختلفه. نعم. اذا كان ده في المذهب الاول ننتقل للمذهب الثاني نفس الامر. سباق. سباق في ايجاد مخارج وفي ايجاد وجوه يجوز العمل بها. في المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. الناس فاهمه على ان لما اقول مذهب الحنفيه يبقى كلهم متفقين على رايي. نعم. دي غلط، خطيئه، خطيئه علميه. ولما اقول قال المالكيه يظن ان المالكيه اتفقوا، ولا نقول قال الشافعيه، ابدا. عندما اقول قال الحنفيه اي القول الغالب في المذهب الحنفي، لكن في المذهب الحنفي اقوال اخرى تخالفه. وكذلك في المذهب المالكي يوجد فيه اقوال في المساله واحده، وفي المذهب الشافعي في المساله واحده تجد اقوال متعدده، والحنبلي كذلك، بل ان اكثر المذاهب تعددا للوجوه مذهب الحنبلي. يحكى عن الامام احمد بن حنبل انه له في المساله الواحده ست اوجه. ستة أوجه. كل وجه يخالف الآخر، وفي أكثر المسائل وجهين أو ثلاثة أو أربعة. الإمام أحمد في المسائل واحدة، مما يدل على أن وظيفة الفقيه إيه؟ وظيفة الفقيه استنباط الوجه الذي يجوز العمل به، مش حسم الآراء وحسم وكأنه دين نازل بوجه واحد يشق على الناس. لا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا. نعم. إن اختلافهم رحمة. ما كنتش أتمنى ولا حد يتمنى إن الصحابة يتفقوا على الرأي. أيوه. لأن لو الصحابة اتفقوا على رأي هيبقى مشق علينا. طبعا ده هيبقى هو الرأي ده الذي لا يجوز الخروج عنه. لهذا كان اختلافهم رحمة. مش عارفة، تخيلت عندما أتحدث عن المذاهب الأربعة الحقيقة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة لا هلاقي هذه قواعد أساسية. لا لا لا. ولكن وجدت أن هذه المذاهب فيها شيء مدهش، أن حتى ابن حنبل الذي كان يوصف وما زال يوصف بأنه حنبلي ومتشدد لديه ست آراء قد تكون في المسألة واحدة. في المسألة واحدة. الإمام الشافعي له قديم وجديد، والجديد له قولين أو ثلاث أقوال. ده احنا بنقول في المذهب الشافعي الجديد في ظاهر وأظهر. للإمام الشافعي في المسألة الواحدة في مذهبه الجديد قولان أو أكثر. إذا وظيفة الفقيه استنباط الوجه المناسب الذي يمكن أن يكون جائز العمل به أو يسوغ العمل به. دي وظيفة مين؟ وظيفة الفقيه. أنا هضرب مثال تقريبي عشان المسألة دي محتاجة تحرير. سيادتك لو نظرنا إلى جامعة القاهرة وهننظر إلى كلية الطب وهننظر إلى جامعة عين شمس وإلى كلية الطب، هنا في قسم بطنة وهنا في قسم بطنة، مظبوط؟ مظبوط. أساتذة جامعة القاهرة بيتنافسوا ما بينهم كأساتذة للوصول إلى علاجات جديدة، إلى وصول إلى يعني استشفاء جديد، إلى خدمة المهنة. بيتنافسوا ويظهروا في وجه واحد ولا وجوه؟ وجوه. في طريقة واحدة للعلاج ولا طرق؟ طرق. ودي جامعة واحدة. نعم. وقسم واحد اسمه قسم البطنة. في كلية واحدة اسمها كلية الطب القاهرة. ومع ذلك تجد كل أستاذ بيتنافس مع زميله ويختلف عن زميله، لازم يختلف. نعم. لكن في النهاية بننسب النجاح لمدرسة مين؟ جامعة القاهرة. انتقل لجامعة عين شمس. هتلاقي اساتذه كليه الطب في جامعه عين شمس بيتنافسوا فيما بينهم لنفس الغرض، وكل واحد بيخدم مهنته وبيبحث عن طريقه للعلاج ايسر وارخص وافضل. ومع ذلك اختلفوا. فلما اختلفوا اي نجاح خرج من جامعه عين شمس بننسبه لمين؟ طبعا لجامعه عين شمس. فاصبح عندي جامعه القاهره وجامعه عين شمس. جامعه القاهره لما اجي اقول لك اتجهت جامعه القاهره الى العلاج بالطريق الفلاني مثلا، هل معنى هذا ان كلهم اتفقوا؟ لا. ولا مختلفين؟ مختلفين، ويحترم بعضهم اختلاف بعض، ولكن النجاح نسب لجامعه القاهره وكذلك جامعه عين شمس.
المنطق هو هو في المذاهب. لما بقول ان المذهب الحنفي عالج المسألة الفلانية بخمس ست اوجه، المذهب المالكي عالج هذه المسألة بوجهين الى اخره، فاصبح النجاح منسوب للمذهب باعتباره اسم للاساتذه الذين جلسوا في تحت هذا العنوان. فاعتقد كل ما نيجي نتكلم في موضوع دكتور سعد الحقيقه حضرتك يعني عايز اقول بترمينا في بحر اوسع، كل ما هقول يعني هنحاول ان احنا نحدد هذه التعريفات لهذه النقاط اللي احنا عايزين نتكلم عليها في بحر اكبر. لما حضرتك تحدثت عن القانون والحكم وغيره والقانون والقاضي بينظر ازاي، اكيد في بتتفتق بعض الاسئله الاخرى ما بينها الفرق ما بين الفقه والقانون والفتوى والحكم، ولكن مش عايزين ندخل هذا السؤال، لان انا كان يهمني الاول ان احنا نعرف ساده المشاهدين هذه المذاهب، لان محتاجه اكيد وقت مننا، وده اللي هيخلينا نتطرق للسؤال الاكبر، فرق بين هذه التخصصات. حاضر، بس برضو اود ان اقول كيف نشا الفقه وكيف نشات المذاهب. مذاهب الفقه نشا ازاي؟ الفقه عباره عن فهم. الفقه ده كان موجود في حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش نشئ فيما بعد، لا ده في عهد الرسول والصحابه اتدربوا على الخلاف الفقهي. والرسول اساغ صلى الله عليه وسلم اساغ للصحابه هذا الخلاف الفقهي. يعني لما يقول لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، وسمعوا الكلام وخرجوا في الطريق، العصر قرب ينتهي وقته والمغرب كاد الوقت ان يدخل، فبعضهم قال لا نحن نصلي احتراما لوقت الصلاة، والرسول عندما أمرنا ونهانا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة كان المقصد أن نتعجل، ولم يكن المقصد أن يمنعنا عن الصلاة. الفريق الآخر قال لا نحن أمرنا بطاعة رسول الله ويجب أن نترك الصلاة حتى نصل إلى بني قريظة، فإن حتى ولو فات الوقت نحن لابد أن نسمع لكلام رسول الله. فأصبح في منطقان ولا منطق واحد؟ منطقان. منطق يقول نفهم مقصود اللفظ، والمنطق الثاني يقول نطبق ظاهر اللفظ. ده معذور وده معذور. مين اللي قال للفريق ده خليك هنا وقال للفريق ده خليك هنا؟ مخه. تلاقي مخ الظاهري ده طبيعته كده، هو بيشوف النص ما يقدرش يقع نص والا نفسه تتعب. طب والتاني كل واحده هينفذ حاجه، طب إيه الحل ايه في الموضوع ده؟ انا هنفذ مش هصلي العصر وامشي واروح لبني قريظه، وفي ناس تانية قالت لا احنا هنصلي. إيه هذا الاختلاف ماذا افاد في هذه القصه؟ افاد كل انسان احترم ادميته وعرف انه بينه وبين الله ما حدش له سلطه عليه. هو ارضى ضميره. انا عايز كل انسان يرضي ضميره ويرضي نفسيته ويتصالح مع نفسه. انت متصالحه مع نفسك بانك هتصلي صلي، والتاني بيقول لا انا عايز اروح ومش هصلي هناك. حر. بس بالمناسبه مفيش تعطيل، بمعنى ايه؟ ان القافله كلها ماشيه. وبيحصل للقافله وهي ماشيه جلسات استراحه. ففي جلسات الاستراحه بعضهم صلى وبعضهم ما صلاش. اذا الخلاف ده مش معناه ان هم وقفوا مسيره القافله، اقفوا عشان نصلي، لا ده هم ماشيين فبيجوا في بعض النقاط بيحطوا الرحال ويرتاحوا. ففي فتره الارتياح ديت بعضهم قال يلا نصلي. بعضهم قال لا مش هنصلي ده هناك. اذا الخلاف ما في ما عطلش مين؟ ما عطلش المسيره. الهدف او المسيره او الشيء اللي عايزينه. حديث ثاني رواه الترمذي، الحديث ده في الصحيح. الحديث ثاني رواه الترمذي بيقول ان سيدنا رسول الله جاله اثنين من الصحابه كان عن ابي سعيد الخدري، كانوا راحوا في سفر وافتقد الماء، لم يجد الماء، فتيمم وصلي، وبعد لما صلى وخلاص وجد الماء، فواحد قال نصلي تاني بقى. انا هتوضا من جديد واعيد الصلاه. والتاني قال لا انا صليت. اعيد ليه؟ ده تمسك برايه ويتمسك برايه. ده بيظهر طبيعه البني ادم، والاسلام جاي يرعى الطبيعه ويحترم الطبيعه، مش هيجبد الطبيعه. ده حديث رواه الترمذي لحد النهارده احنا في هذا المازق برضه، واحد يقول طب اتوضى تاني واصلي، مشي وشاف جماعه، طب اصلي تاني مع الجماعه زي النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ فهناك من اكتفى وهناك من ادى الصلاه مره اخرى. الاسلام جاي بحسب طبيعه كل انسان، كل الطبيعه وضمير الانسان بيسوقه. لكن هذا مقبول وهذا مقبول. لما رجعوا راحوا لسيدنا رسول الله وقالوا له حصل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم للذي اعاد الصلاه لك الاجر مرتين. وقال للذي لم يعد الصلاه وتمسك بانه صلى بالتيمم وكان صلاته صحيحه اصبت السنه. يعني اداله دي شهاده اجازه وده شهاده اجازه. حديث رواه الدارقطني
وبعض اصحاب السنن، بل ورد ايضا في صحيح مسلم مره عن عائشه ومره عن جابر ومره عن انس رضي الله عنهم جميعا. بتقول ستنا عائشه: كنا نسافر في رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا المقصر ومنا المتم، منا المفطر ومنا الصائم، لا يغيب احد على احد. جميل. انا بس عايز اقف وقفه صغيره عند الحديث ده. كانوا يسافروا مع مين؟ مع الرسول. نعم، عليه الصلاه والسلام. المنطق يقول اللي مسافر مع الرسول يبقى مين القائد؟ نعم، الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب المجموعه اللي سافرت مع الرسول عدد كبير ولا عدد محصور؟ عدد محصور. لا محصور. محصور طبعا. اتوبيس هيسافر، اتوبيسين، العدد محصور ولا عدد غير محصور؟ محصور. محصور. ولما بيرتاحوا في مكان استراحه مش بيقفوا في مواجهه بعض وشايفين بعض؟ بالظبط. يعني عدد كلهم عارفين بعض. ايه رايك في الجمال ده لما تقول ستنا عائشه: منا المقصر ومنا المتم. المقصر ده بيصلي لوحده، جماعه لوحده، والمتم بيصلي جماعه لوحده، جماعتين. نعم. جماعتين. فيها مشكله؟ كل بنياته، ولكن في الاخر الاجر موجود، والاجر ما حدش منهم وقف وقال: كيف يا مسلمون ورسول الله فيكم، كيف تختلفون، لا بد من ان نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا، العصبيه والتشنج هذا موجودا ايام النبي عليه الصلاه والسلام وفي حضرته. التشنج والعصبيه ديت مرفوضه. مرفوضه. الاسلام جاي يديك حريه. نعم. اداك حق في الرخصه ان تقصر او ان تتم، ولك ان ترضي ضميرك طالما ان ده سائغ وسائغ. حيث. والرسول مش جاي عشان يخلي الكل. نعم. بحسب اختياره. نعم. وانما ان يكون الكل بحسب شرع الله عز وجل. شرع الله واسع. نعم. احنا مع الرسول ولا مع الله؟ مع الله. مع الله؟ طبعا. لان الرسول نفسه مع مين؟ مع الله. مع الله. هو انت بتقولي لا اله الا الله محمد وصي الله علينا، محمد ولي الله علينا؟ ولا انت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله؟ رسول يعني ايه؟ مبلغ. رسول يعني ذكرنا، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اذا كان الرسول اللي هو سيد الخلق، احنا بنقول في صلاتنا وفي اذاننا ان محمد رسول الله، فازاي يظهر لواحد ولا من يسمي نفسه باي تسميه ويقول انا بقى القائد وانا المسؤول ومحدش يخرج عن طوعي؟ ازاي وسيدنا رسول الله وظيفته البيان ووظيفته البلاغ وليس وظيفته ان يكون وصيا؟ انا بعتبر ان كل من ينصب من نفسه وصيا او وليا على الناس انتزع شيئا من حق الله ومن السياده لله. السياده لله، ما ينفعش يكون السياده لمخلوق. اذا كان الرسول اللي هو خير مني ومن اهل البشر، كل اهل البشر، وهو سيد المرسلين، لم ينصب من نفسه وصيا على الناس، اذا هو رسول الله، ودي معنى الاحساس بالسياده. حديث اخر عن عائشه رضي الله عنها بتقول في دارقطني: يا رسول الله، كانت مسافره معاه في رمضان، يا رسول الله انت قصرت الصلاه وانا اتممتها، انت افطرت واحنا مسافرين في رمضان وانا صمت. فقال صلى الله عليه وسلم: احسنت يا عائشه. نعم. اظن برضو لو كان واحد في العصر الحاضر كان يقول لها: في امراه تخالف زوجها، بالظبط، في مسلمه تخالف سيد الخلق، تخالف الرسول، كان هيبقى العتاب قد كده بسبب الجهل. لكن شوفي قد ايه علم سيدنا رسول الله لما علم بان الشرع لله وانه مبلغ، وبلغ الناس وقال لهم اللي عايز يقصر، اللي عايز يفطر الفطر في رمضان للمسافر امر متروك للانسان، ياخذ بهذه الرخصه او لا ياخذ بها. فترك عائشه ولا احسن. مثل هذه الامثله عشان احنا عايزين ناكد ان هذا البرنامج وحضرتك جئت به بفضل الله سبحانه وتعالى للبعد تماما عن التشدد وعن التشنج وعن اي شيء قد يصيب المسلم ان هو يبعد عن الطريق السليم. عندنا هدف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا الدين بهذه الرحابه وهذه السعه، والحقيقه يعني ده عيب يختلف مع سيادتك. اتفضل. معلش اعذريني. لا طبعا اتفضل. ليه بتقولي ان برنامجنا ده عشان نبعد الناس عن التشدد؟ انا ما قلتش كده. احنا ما قلناش نبعد عن التشدد، التشدد في الاراء اللي هي ممكن
يعني تجعل المسلم يشعر انه اثم انه مذنب. لكن ربنا سبحانه وتعالى انا مختلف. لا مختلف ان شاء الله هنتفق في الاخر. عايز اقول ايه؟ اتفضل. عايز اقول المتشدد ده اهلا وسهلا بتشدده على نفسه. نعم. ملوش علاقه بيه ولا علاقه بجيرانه ولا بالناس. على نفسه يا فندم احنا دخلنا في ظاهره جديده. بس اديني فرصه ابين التشدد ده. اديني فرصه ابين. المتشدد مش بني ادم. اكيد. طبيعته بيحب التشدد. مش كده؟ طبيعته بيحب ايه؟ التشدد. فلو انت قلت له شيل نفسك من التشدد هيشيل نفسه؟ لا. ده هو بطبعه. بس يبعد عن الناس يا فندم. ده اللي انا عايز اقوله. ده اللي انا عايز. صحيح كده احسنت. يبقى اتفقنا. يبقى اتفقنا فعلا ان هو متشدد. اجمع الفقهاء على حكم اتمنى ان كل الناس تعرفه عشان تواجه بيه الذين ينصبون من انفسهم او صي عليهم. نعم. اجمع الفقهاء بلا خلاف دي بقى مسألة إجماعية لأنها تتعلق بأمر العقيدة وأمر أصل التشريع. نعم. أن صاحب الفتوى تلزمه هو ولا تلزم غيره. نعم. كل من أفتى فتوى، كل من استنبط رأيا وقال هذا هو الرأي وهذا هو الراجح، الشرع يلزمه أن يعمل بها. نعم. ولا يلزم غيره أن يعمل بها. لما تقولون ما تفعلون. نعم. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اتامر الناس بالبر والاحسان انفسكم. فاجمع الفقهاء من خلال هاتين الايتين ان كل صاحب فتوى يشربها. كل صاحب راي يلتزم به. نعم. وجوبا. نعم. وليس اختيارا، وجوبا. لكن سائر الخلق بالاختيار. هي دي نقطه. ان شاءوا اخذوا بها. نعم. وان شاءوا لم ياخذوا بها. لهذا انا مش زعلان من الفتاوى المتشدده. نعم. ليه؟ لأن الفتاوى المتشددة تلزم مين؟ تلزم صاحبها. صاحبها. نعم. انت زعلان ليه؟ هو شدد على نفسه، انت زعلان ليه؟ انت ليس عليك الا البيان وتقولي له ان في بالمناسبه راي اخر يخالف اللي انت بتعمله. هو انا متصالح مع نفسي. لكن قصه التاثير والتاثر دي مش المفروض انها تبقى موجوده. قصه لا، التاثير والتاثر ان انا بتاثر بهذا الشيخ وبالتالي تاثيره علي عالي وبالتالي باخد بفتوته. لا، التاثير والتاثر بيحدث طبيعي، لكن بنخشى من ان نتاثر بالشيخ او بالامام وننصبه اكبر من حجمه. نعم. الإمام وظيفته البيان، الإمام وظيفته التعليم، الإمام وظيفته التذكير. هيبقى وظيفته أكتر من وظيفة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظيفة سيدنا رسول الله تذكر إنما أنت مذكر لست عليه ما وصيت. نعم. وظيفة سيدنا رسول الله ما على رسول الله البلاغ، مش دي وظيفته؟ نعم. اللي احنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. دليل على إن سيدنا محمد وظيفته إيه؟ رسول الله. نعم. إذا كانت دي وظيفة الرسول يبقى سائر من دونه وظيفتهم إيه؟ فكل صاحب فتوى يلتزم بها. نعم. بس مش من حقه يشدرها على غيره. هو بيبين وجهة نظره ويسحب نفسه. أيوه. لكن كل بني آدم إذا اختار الفتوى يبقى هو المسؤول عنها. أيوه. أنا بحمل المسؤولية مين؟ للعامة. نعم. علشان ما نجيش نقول ده الشيخ هو السبب. لا، أنا في نظري الذي اختار الفتوى ونفذها وطبقها هو الذي سيحاسب عنها يوم القيامة وسيسأل لماذا أخذت بهذه الفتوى وتركت الفتوى الأخرى. احنا عشان كده بنقول هذه الشرائح من المجتمع وخاصة المسلمين بالتحديد وفي هذه الأونة مع اختلاف وتنوع القنوات الدينية بتخرج هذه الفتاوى. هذه الفتاوى قد تكون مسؤولة أو غير مسؤولة، عشان كده بترد إلى صاحبها، وده اللي احنا عايزين نقوله في كل حلقة. يجب صحيح. يجب أن ترد إلى صاحبها. نعم. والناس والجمهور يعرف حقه من الله وليس من هذا الذي نقل إليه. ويلجمه بفتواه ويقول له الفتوى اللي انت قلتها دي تلزمك انت. يعني مثلا هضرب على سبيل المثال، لو انه قال بأن فوائد البنوك حرام. نعم. ده رأي. أيوه. ويحترم. وفي رأي آخر بيقول فوائد البنوك ارباح، ارباح اموال. نعم. ايه اللي حرمها؟ فاصبح عندي كم راي؟ رايين. لو سمعنا شيخ بيقول فوائد البنوك حرام هو الملتزم بها. نعم. ما يلزمنيش. هو التزم بها. لو انا شفته دخل البنك ووضع حسابه في البنك واخد ارباح، يجب ان انا اقول له يعني لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لما يجي يقول مثلا في القروض اللي اخذناها من الصندوق النقد الدولي ده فوائد حرام. لما هو لو جه انتفع بها يبقى ازاي ياخذ امر حرام ووجده حراما. نعم. لو انه شايف
ان التعامل في اي شيء حرام او حلال بنقول له الفتوى دي تلزمك ولا تلزم غيرك. سيب غيرك في سعة الإسلام ورحمة الله عز وجل، ولست أنت الإله الذي نعبدك، نحن نعبد الله عز وجل. والله قد ترك الأحكام الفقهية زي ما نعرف أحكام بشرية، أحكام إنسانية. اوعى حد يظن أن الحكم الفقهي اللي بنقوله ده حكم ربنا قطعا. كذبة. خدي حديث رواه مسلم عن بريدة، حديث من أخطر الأحاديث. وأنا مش عارف إزاي أصحاب الفتاوى بيحاولوا يغمضوا عينهم عن هذا الحديث أو يصموا أذانهم عن هذا الحديث. حديث أتمنى الكل يحفظه عشان يواجه به كل من يرسم بأن رأيه هو الدين ورأي غيره ليس دينا. حديث في مسلم، حديث مسلم طبعا صحيح عن بريدة، حديث طويل، وكان فيه من وصية رسول الله لأمرائه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. في وضوح بعد هذا الوضوح طبعا شديد. الرسول بيقول لنا اختشوا عيب، محدش منكم يقول ده حكم ربنا. كل واحد اجتهد برأيه يقول ده الحكم اللي انا اجتهدت بيه. ده الذي اراه، ولكن وهو ده كلام الامام الشافعي. قولي صواب يحتمل الخطأ طبعا. قولي ما قالش قول الله اللي انا اكتشفته. لا قولي انا، قولي انا. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. اذا الاحكام اللي احنا على حلال وحرام منسوبة للبشر ولا منسوبة لرب البشر؟ للبشر. فلما كانت منسوبة للبشر قبل للتغيير، وده اللي بيخلي الفقيه ممكن يغير رأيه. لما يكون مثلا لما تشوفنا في أوائل القرن العشرين، لو تسمعي كده عن الآباء أو الناس الكبار في السن زي حضرتك كده مثلا في أثناء حياتي الأولى، كنا نسمع بأن التصوير، الصورة الفوتوغرافية حرام. نسبة 90% من الفقهاء الصور الفوتوغرافية حرام. لما ظهر التلفزيون في الستينات كان اكثر الفتاوى على المنابر بان هذا مفسديون، وان اقتناءه حرام، وان يجب الا يدخل بيت مسلم. الان وايضا كذلك كان الاحزاب حكم دخولها حرام. والامام حسن البنا عليه رحمه الله، الشهيد حسن البنا، كان في مذكراته وكتبه سجل بان الدخول في الاحزاب حرام، ولكن من ادبه وعلمه وورعه قال هذا قولي. قال هذا قولي، فمن شاء اخذ به، ولكن لا اعيب على احد ان ياخذ بغيره. شوفي قد ايه النهارده صار الصور الفوتوغرافيه لكبار الاسلاميين يعني بصرف، مش عايز اقول امر طبيعي، لا ده اصبحت بصرف. دخلنا في الصرف اللي هو المنهي عنه. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ايضا صار الدخول في الاحزاب بعضهم الواجب شرعا. في بعض الاحزاب تقرا في النت وتشوف الفتاوى العجيبه، الدخول في حزب فلان واجب شرعي. بعد ما كان حرام الحزاب في حدها حرام. يعني وكل واحد كان بيستند الى بعض الادله الظاهريه او الظاهره للوصول الى وجهه نظره. طبعا هذا التغيير الذي حدث، والتلفزيون صار بعض الاسلاميين وكبار الاسلاميين يمتلكون قنوات فضائيه. وفضلا عن بيوتهم التي لا تخلو من اكثر من 10 اجهزه. يعني او اقل من ذلك بقليل. والشيخ البنا كان لديه حزب والاخوان لديهم نفس الحزب، يعني اعتقد ان الاحزاب موجوده. لكن مين الشيخ البنا؟ حسن البنا. لا حرم الاحزاب. حرم الاحزاب. انا بقول ما بين هذا وذاك. وجاء الاخوان وضعوا لهم حزب. يعني بين هذا هو المرحوم الأستاذ عمر التلمساني هو أول من اجتهد وقال من الإخوان وقال يجوز الدخول في منابر سياسية والأحزاب. على فكرة عزيزي الأستاذ المشاهدين، إن شاء الله هيبقى ده موضوع من موضوعاتنا، لأن الدكتور سعد وعدنا إن شاء الله هنتحدث أيضا عن قصة الأحزاب وأيضا الديمقراطية، ومن يريد أن يعني يلتزم بحزب معين هناك أسس وقواعد وأشياء كثيرة، أعتقد إن شاء الله في السلسلة القادمة. معلش أنا بشجع وبحفز المشاهدين إن شاء الله هيتابعونا من خلال هذه الموضوعات موضوعات الساعة. فأنا بقول إن الأحكام التي يذكرها الفقيه أحكام بشرية. وكل فقيه وأي عالم وأي واعظ وأي داعية يزعم بأن ما يقوله هو حكم الله قطعا كذب على الله.
ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يصح أن ننسب إلى الله عز وجل ولا للدين حكم قاطع إلا أن نكون أنبياء، وإحنا نحن لسنا أنبياء. وأكبر دليل على كلام حضرتك أن هذه المذاهب موجودة، وبالتالي ما هي وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال وإذا أتيت وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أنت فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذا الفقه كان موجود في أيام من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتعددية الفقهية دي بهذه التعددية واحترام، البعض بيحاول يلجوش عليها ويقول إيه أصل الرسول كان موجود وأقر إذا ده حكم ديني وحكم نبوي وليس حكم اجتهادي. طبعا ده لغوش بدليل لما سيدنا رسول الله مات الصحابة اختلفوا في المستجدات ولا ما اختلفوش؟ نعم اختلفوا. واختلافهم كان مسوغا ولا بعضهم كفر بعض؟ كان مسوغا. وظهر المدارس في عهد التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من التابعين. لأن يعني من سيرته الذاتية أنه التقى بسيدنا أنس بن مالك، وأنس بن مالك صحابي، فيعتبر سيدنا أبو حنيفة من التابعين، بنقول يعد من التابعين لكن هو من تابع التابعين لأن كل جيله تقريبا شافوا التابعين ولم يروا الصحابة. هو وبعض التابعين رأى المتأخرين ممن مات متأخرا من الصحابة. أبو حنيفة ولد سنة 80 هجرية. أبو حنيفة ولد 80 هجرية. مات 150 هجرية. عاش كم سنة؟ 70 سنة. 70 سنة. ليه مدرسته هي أول المدارس اللي عملت بصمة في التاريخ حتى اليوم؟ ليه؟ كان حلقات العلم كتير، حلقة عطاء وحلقة عبد الله بن عباس وحلقة عبد الله بن مسعود، حلقات متعددة. لكن كل حلقة ما محدش كان بيرعاها وتستمر وما كانش لها مقومات البقاء. فتقريبا ماتت كل حلقات ومدارس الفقه التي ليس لها مقومات البقاء لازم تموت. حتى ولو كان أستاذها مين. العبرة مش بقيمة الأستاذ، العبرة بمقومات النجاح. فجه أبو حنيفة وأسس مقومات النجاح. أستاذه سليمان حماد بن أبي سليمان مات. بالمناسبة أبو حنيفة يعني التقى أستاذه حماد حوالي 18 سنة. كان سنه 22 سنة. حب فيه كرمه، حب فيه علمه، حب فيه أخلاقه، لدرجة إن سمى ابنه حماد. أبو حنيفة سمى ابنه حماد على اسم مين؟ على اسم أستاذه. في سن 22 عرف أستاذه، التقى بالحلقة بتاعته. 18 سنة. مات بعد 18 سنة حماد، فأصبح سن أبو حنيفة كام؟ 40. 40 سنة. فلما مات دوروا على مين اللي يرقص الحلقة، ولو كان رأسها واحد تاني غير أبو حنيفة كانت انتهت برضو، كان يعني مشى وذابت وتاهت في التاريخ. لكن أبو حنيفة لما تولاها دمع الحلقة والتلامذة وقال لهم أنا لي نظام عايز أرضى عليكم، إن وافقتم نستمر، إن لم توافقوا الأمر وشأنكم. فقالوا ما هو؟ قال كل مسألة ندرسها من المستحدثات نعكف على دراستها سنة، وكل منا يناقش صاحبه، اللي شايف حلال يقول، اللي شايف حرام يقول، نناقش بعض. لكن ما نحسمش. وبعد السنة بعد نهاية السنة نجلس في مجلس التدوين ونعرض المسألة، فإن تمسكتم أو تمسك كل باحث بقوله نسجله، وإن اختلفتم وإن اتفقنا نسجل اتفقنا. إذا وظيفتي في نهاية السنة إيه؟ تسجيل الآراء ولا حسمها بالتصويت؟ لا مش بالتصويت، تسجيل فقط. تسجيل. خدي بقى هضرب مثال من أعجب الأمثلة ومن أخطرها. حكم الذي قتل بالإكراه. حكم الذي قتل بالإكراه. بالإكراه. يعني فلان قتل فلان، ألف قتل باء، القاضي بيمسك ألف، أنت قتلت باء ليه؟
يقول له والله يا سعاده البيه ده جاري قال لي لو ما قتلتوش انا هذبحك واذبح ولادك. فانا خفت على نفسي واولادي فقتلته. عذر. فاصبح ده اسمه ايه؟ قتل بايه؟ بالاكراه. نعم. يعني هو هذا مكره. نعم. الذي قتله كان مكرها من غيره. ده فعل. فهل نؤاخذ المكره والمكره الاثنين الجناه ناخدهم ونعتبرهم جناه ولا ناخد واحد منهم ونعتبره الجاني هو المنفذ هو المنفذ او الامر؟ فابو حنيفه قال لهم ادرسوا الموضوع درسوا الموضوع وبعد نهايه السنه جلسوا. ايه رايك يا ابا يوسف؟ قال والله لا نطبق القصاص لا على المكره ولا المكره. ده الراجل مات مات ياخد ديه لكن مفيش قصاص. ليه يا ابو يوسف؟ قال لي ان المكره لم يباشر اللي هو اللي قام بالتحريض نعم ده لم يباشر هو قتل هو حرض بس. اذا دي شبهه تدرى ايه القصاص. واما المباشر اللي هو المكره اللي قام بفعل قتل اكره والحديث يقول رفع عن امته الخطا والنسيان وما استكره عليه. قال له ده اخر كلامك يا ابو يوسف؟ اخر كلامي دونه كاتبه ما قالش تصويت ونبطل الراي ده اكتبه. تعالى يا محمد ابن حسن الشيباني رايك ايه؟ قال كلاهما قاتل عمدا. ايوه كلاهما قاتل عمدا هجيب المكره والمكره المكره اللي هو الحرض والمكره اللي هو قام بالتنفيذ الاثنين دول على الاعدام قصاص. ده اخر كلامك؟ انا مقتنع بكده ولا بد دول شركاء نسجل ما قالش نعمل تصويت ونلغي واحد. طيب قال ابو حنيفه قالوا طب انت رايك ايه يا استاذ؟ قال لهم انا رايي ان الذي باشر هو القاتل عمدا اللي هو مين؟ المكره. نعم. واما المكره عفوا قال ابو حنيفه عكس قال ابو حنيفه المكره هو الذي يقتص منه واما المباشر لا ده كالاله في يد من حرب من حرب. نعم. اذا اللي حرب هو القوي هو اللي عرف يستخدم المباشر ويعتبره كالاله في يده. فاصبح ابو حنيفه له راي اخر مخالف. صدق ده منطقي ده منطقي ده منطقي طبعا. ما هو ده بقى جمال الفقه ان بيبرز لك اوجه لها منطق. نعم. ايه رايك ان الفقه الحنفي سجل الاراء الثلاثه عنده وصارت من اراء مذهب الحنفيه؟ قولي لي بقى لما اجي اقول قال الحنفيه قالوا ايه؟ هقول ثلاث اقوال. اذا في الفقه المذهب الواحد في المساله الواحده كم قول دلوقتي؟ ثلاث اقوال. هل ابو حنيفه استخدم بالمناسبه ابو يوسف اصغر من الامام ابو حنيفه بحوالي 30 سنه 33 سنه ما شاء الله. ابو حنيفه تولد 80 هجريه ابو يوسف تولد 113 هجريه يعني اصغر منه ب 33 سنه. ما قالوش انا الشيخ انا الكبير لا لا لا, لا, لا. احترام العلم ولو من شاب. الامام محمد حسن الشيباني اصغر من ابو حنيفه ب 51 سنه كتير. اتولد الامام ابو حنيفه سنه 80 اتولد الامام محمد حسن الشيباني سنه 131 يعني ابو يوسف 113 اقلبي الواحد قبل ثلاثه لمين؟ لمحمد حسن الشيباني يبقى 131 صار 51 سنه فرق. هو مات 189 هجري عاش 58 سنه تقريبا اللي هو محمد حسن الشيباني. قبل منه 6 سنين مات ابو يوسف. فاصبح شوف المذهب الواحد ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد حسن الشيباني واحنا والناس كلها فاهمه ان ابو يوسف ومحمد من اصحاب مين؟ من اصحاب ابو حنيفه. وهم بينهم وبينه سنين تلامذه ومع ذلك احترامهم لان اذا كبر ابنك خوي فلما يكون تلميذك صار استاذ يصح تقول تلميذي؟ لا احترمه وقول ده استاذ. ابو حنيفه عمل كده. فلما عمل ابو حنيفه المنطق ده وهو تسجيل الاقوال الفقهيه بعد مدارستها لمده سنه خلى مدرسته منهج قائم حتى اليوم قائم باحترام العلم قائم باحترام البحث العلمي. ومن هنا نجحت
أو نجح أول مذهب في الإسلام وعلى غراره ظهرت بعد سائر المذاهب. ولأجل هذا يقول الشافعي الناس وعيال على أبي حنيفة. شايف حضرتك وحضرتك بتتحدث عن هذه القصص، الحقيقة ممكن كل الناس تفتكر ان احنا هنعرف هذه المذاهب يعني تعريف يعني متخصص، ولكن من هذه القصص ومن هذه الحكايات بنخرج بمعاني اكبر، بمحاور اعمق اعتقد من ان احنا بس نعرف طبيعة هذا او كل مذهب. يعني عايزة اختتم هذه الحلقة بدعوة من حضرتك لمن يهم الامر، في سواء ان انا بأعطي رأيي، ان انا بادير شيء جديد في عالم او نقدر نقول مصر الجديده، ماذا عن هذه المفاهيم اللي خرجنا منها من خلال هذه القصص؟ والله كنا مش هيسمحنا ان احنا نتكلم مصر الجديده. نعم. وكل من يريد ان يضع بصمه تكون صدقه جاريه له بعد موته وبعد رحيله، نعم، عليه ان يؤسس المؤسسات، وعليه ان يقيم الادارات على نظام وليس على شخصه، يبعد شخصيته. نعم. ممنوع الشخصانية في التعامل. نعم. لازم يخلي المؤسسة قائمة على نظام وهيكل. لو مشى أي واحد منهم المؤسسة ماشية. لو الإدارة راح رمزها برضو الإدارة ماشية. إمتى تكون الإدارة ناجحة ومستمرة؟ إذا وضع نظام للاستمرارية كما وضع أبو حنيفة نظاما لمذهبه. نعم. ولازم الأهل الحقد يمتنعون، أهل الحسد يمتنعون. يعني كيف يمتنعون؟ ما بقدرش أقصهم ولا أقدر أمنعهم، لكن نمنعهم بسعة صدر الإدارة وسعة صدر الرئاسة وسعة صدر الحكام. في حديث رواه مسلم ودعاء قاله أبو حنيفة، دعاء حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. آخر دعاء بقى قاله أبو حنيفة رضي الله عنه، من آخر شيء أقوله يعني أختم به في دعاء أبي حنيفة عشان أقول إزاي عالج الحسد، إزاي عالج الحقد، ما أصوش ولا همشه، بل عمل فيه إيه؟ قال: اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له. نعم. اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له. نعم. شوفوا قد ايه الجمال. طبعا. ازاي استوعب الاخر. الحاقد ده انا هستوعبه. أيوه. الحاسد ده انا هستوعبه. أحتوي. لكن مش هقصه ولا لا لا لا، يعني ده طبع وبيغلب التطبع، فخلي الكريم كريم وخلي الكبير كبير. طبعا احنا بنحاول نتعلم من حضرتك ازاي نكون يعني برضو كبير كبير وكريم كريم من خلال هذه التعليم. الحقيقة بتمنى يا رب ان شاء الله تكون حلقتنا النهاردة مفيدة لحضراتكم. طبعا بنشكر استاذي الاستاذ الدكتور سعدين هلالي، طبعا استاذ الفقه المقارن لجامعة الازهر الشريف، واكيد بنشكر حضراتكم لحسن المتابعة، ولكن احنا منتظرين يعني متابعة حضراتكم معانا من خلال استفساراتكم وايضا ارائكم اللي بتقترحوها على برنامجنا ومن خلال القضايا اللي احنا بنعرضها على الفيسبوك طبعا الخاص باسم البرنامج مجلس الفقه، وايضا على الايميل الخاص بالبرنامج مجلس الفقه @yahoo.com، والحلقات موجوده على اليوتيوب لو حد عايز يرجع تاني لهذه الحلقات. طبعا بشكركم على حسن المتابعه، وكل احنا ما بنعيش اكتر معك الفقه، الحقيقه احنا بنتاكد انه علم لابد ان احنا كلنا نعرفه من صغيرنا لكبرنا، لان بالفعل تصديقا لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. بشكركم مشاهدينا، بلتقي بحضرتكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. وشكر خاص للمخرج اللي عمل مسلسل للحلقات بتاعتنا من اجل تيسير المتابعه لها. ان شاء الله زي حضرتك ما لاحظتوا في كل حلقه ان شاء الله هيبقى حلقه واحد واثنين وثلاثه عشان تكونوا متابعين معانا هذه السلسله. بشكركم مره ثانيه لوجودكم معانا النهارده، والتقي بحضراتكم الاسبوع القادم باذن الله يوم الثلاثاء في نفس هذا الموعد ومجلس الفقه. اشكركم مره اخرى والسلام عليكم ورحمه الله.